من احسن الوصفات على الاطلاق لعلاج اغلب مشاكل الشعر، على راسهم تساقط الشعر وملء الفراغات، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الترطيب ولا معاه للشعر بوصفه مجربه تعطي نتائج في الاسبوع الاول بنبات الزعتر. كيحتوي وغني بزيوت الطياره اللي كتعمل على حد من تساقط الشعر. غناخذوا الزعتر وغنطحنوه جيدا حتى يولي لنا على شكل مسحوق ناعم. غناخذوا حوالي ملعقه كبيره من مسحوق الزعتر وغنديروها في كاس، غنزيدوا عليها ماء بارد، يعني ماء عادي ماء بارد ما نسخنوه ما والو. من بعد غنغطيوه ونتركوه كيتنقع لمده لا تقل على 24 ساعه. من بعد مرور 24 ساعه غنصفيو المنقوع ديالنا وغنحتفظوا به في شي بخاخ ونبقاو نديروه شعرنا بشكل يومي مع ذلك فروه الراس لتجريه الدوره الدمويه. نكرروا العمليه كل 24 ساعه كيخلي رائحه جميلة في الشعر، رائحة طيبة في الشعر وزكية. بالنسبة للمصدر دليل المعالجين بالأعشاب المؤلف ديالو الدكتور أحمد صالح شعبان. كل شيء يدير جيم وكومنتاري يوصل الفيديو أكثر عدد ديال المشاهدة. شكرا.